بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 20 الخاص بتقنية اللينك. في هذا الدرس سنناقش Element Operators. أنا محمد ديماد عرفة. في هذا الدرس راح نتعرف على Element Operators وكيفية استخدامها بداخل تقنية اللينك. أوكي، الآن راح تلاحظ أنه خلال الدروس السابقة كنا قد شرحنا الأمور التالية: Aggregate, Restriction, Projection, Ordering, Partitioning, Query, Convergent, Grouping. واليوم عمالنا بنحكي عن Element Operators، والElement Operators تشمل اللي هي الأوبريتورز التالية اللي هي First, Last, Element at Single و Default if Empty. وراح تلاحظ أنه أول خلينا نحكي أربعة أوبريتورز في لهم اللي هو First, First or Default، كلمة اللي هي Or Default، Element at Element or Default، single, single or default. راح نتعرف على جميع هاي الاوبريتورز في هذا الدرس وكيفية الاستفادة منها. لما نعرف انه الاليمنت اوبريتورز راح ترجع لك عنصر واحد فقط من مجموعة من العناصر، وذلك عن طريق استخدامنا للاليمنت اندكس او اما عن طريق استخدامنا للكونديشن اللي هو خلينا نحكي عنه بريديكيت. اذا بدنا نحكي كخلاصة تمام وبشكل عام لجميع هاي الاوبريتورز، هي راح ترجع لك فقط عنصر واحد based إما على index أو إما على condition. أوكي تمام، الآن خلينا نشوف خلينا نحكي اللي هو أول operator. تمام، لكن قبل ما أبدأ بأول operator بدنا نحكي إنه كل هاي methods تمام في إلها خلينا نحكي overloaded version. تمام، في منه في خلينا نحكي من هاي الاوفرلود ما باخذ ولا باراميتر، وفي أيضا خلينا نحكي overloaded ممكن تاخذ معي predicate، يعني خلينا نحكي condition. اوكي، الان خلينا نبدا باول اوبريتر. اول اوبريتر هو عباره عن فيرست. هذا الفيرست هو فعليا فيه له تو اوفرلودد فيرجنز من هاي الميثود. اول اوفرلود ما باخذ اي باراميتر، وبكل بساطه هو راح يرجع لك اول عنصر موجود بالسيكونس. خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. الان راح تلاحظ انه هنا في عندي اللي هو array of integers اسمها numbers، وعمالي هنا بطبق الاكستنشن ميثود اللي هي first على اللي هو numbers واللي هي عباره عن array of integers. فمباشره راح يرجع لي اول عنصر موجود بهذا السيكونس اللي هو عباره عن واحد. الان لو باجي بضغط على كنترول و F5 راح تلاحظ انه رجع لي رقم واحد. اوكي، الان خلينا نشوف فعليا اللي هي خلينا نحكي النكست اكزامبل حتى نتعرف اكثر على الفيرست. تمام، الان اذا ما كان في عندي عنصر موجود بداخل هاي الاري اوف انتجرز راح مباشره يرجع لي اكسبشن، وهذا الاكسبشن راح يكون اسمه اللي هو invalid operation exception. تمام، الان لو بروح مباشره عندي هون وفعليا بقوم بازاله جميع هاي العناصر وبضغط مباشره على كنترول و F5 راح تلاحظ انه مباشره رجع لي invalid operation exception sequence contains no elements. فبالتالي إذن ها هي نقطة مهمة جدا. أوكي، لأن أيضا في عندي another overloaded للفيرست extension method. تمام، اللي هو بإمكانك أنك ترجع أول عنصر based على condition. تمام، فبالتالي إذا كان فعليا في عندك خلينا نحكي condition بدك ترجع تمام عناصر، فبالتالي بإمكانك أنك تستخدم هذا الكونديشن حتى أنك ترجع أول عنصر based عليه. اوكي، الان ايضا بدنا نعرف نقطه مهمه جدا، انه اذا هذا السيكونس تمام ما حقق خلينا نحكي او فعليا خلينا نحكي اذا ما كان في عندي اي عنصر موجود بداخله او خلينا نحكي ما حقق الكونديشن، فبالتالي ايضا رح يرجع معي اكسبشن. تمام، وايضا هذا الاكسبشن رح يكون هو عباره عن invalid operation exception. خلينا نشوف احنا فعليا بشكل عملي. الان لو انا عندي هاي العناصر اللي هي خلينا نجي نحكي من 1 ولغايه 9 وبدي ارجع خلينا نحكي اول عنصر خلينا نحكي كعدد زوجي، فبالتالي لاحظت انه هنا في عندي second overload. اول overload ما باخذ اي باراميتر، والسكند overload عماله باخذ predicate، فبالتالي بامكاني استخدم عندي هنا اللي هو لامدا expression بحيث انه راح اجي احكي له مثلا اذا كان باقي القسمه على 2 بيساوي 0 رجع لي اول عنصر واللي هو فعليا راح يكون 2. لان لو باجي مباشره بضغط على كنترول و F5 لاحظت انه رجع لي الرقم اللي هو 2. الآن تخيل لو أنا عندي فقط عندي العناصر التالية اللي هي 1 مثلا وفعليا خلينا نجي نحكي 3 تمام على النحو التالي. الآن فعليا أنا عندي هذا الكونديشن ما بحقق فعليا أو فعليا هذا الكونديشن ما فعليا لما أجي أطبقه على هاي العناصر فعليا ما بحقق لي أي شيء، فبالتالي أيضا رح يرجع معي invalid operation exception. كذلك الأمر لو كان فاضي أيضا رح يرجع لي invalid operation exception زي ما احنا فعليا شايفين بالأعلى. أوكي تمام، الأخيرا فقط نرجع العناصر كما كانت وفعليا نشوف المثال الذي يليه. تمام، الآن أيضا في نقطة مهمة جدا، إنه في عندي اللي هو الفيرست أور ديفولت. الفيرست أور ديفولت هو مشابه تماما للفيرست. تمام،
ولكن بدنا نعرف نقطة إنه إذا كان فعلياً ما في عندي عناصر موجودة ضمن السيكونس، تمام، أو إذا فعلياً في كان عندي كونديشن وهذا الكونديشن فعلياً ما تحقق ولا على عنصر، خلينا نحكي ضمن البريديكيت، فبالتالي بدل ما إنه يرجع لي اكسبشن راح يرجع لي الديفولت فاليو تايب اللي أنت مستخدمه بالسيكونس. خلينا نشوف هذا الأمر بشكل عملي. الآن أنا راح تلاحظ إنه هنا في عندي الأرقام من 1 إلى خلينا نحكي اللي هو 9. أنا لو كان أنا فعليا عندي كونديشن، هذا الكونديشن فعليا ما بحقق أو ما بتطبق على هاي العناصر، أو لو طبقته على هاي العناصر ما فعليا ما بيرجع لي أي شيء. مثلا لو بدي أجي أحكي مثلا إذا كان خلينا نجي نحكي باقي القسمة على 2 بيساوي مثلا 100، فبالتالي ما في عندي عنصر هنا بحقق هذا الكونديشن، فبالتالي بدل ما يرجع لي اكسبشن زي ما احنا فعليا شايفين بالاعلى، خلينا مباشر نستخدم عندي هنا اللي هو الفيرست اور ديفولت. لو باجي مباشرة عندي هنا بضغط على كتر وF5 راح تلاحظ انه رجع لي زيرو، لاني هنا عمالي بطبق هاي الاكستنشن ميثود على numbers اللي هي بحد ذاتها هي عبارة عن array of integers. اوكي تمام. ايضا لو كان عندي هنا فعليا ما في عندي عناصر، تمام، زي ما احنا فعليا شايفين، وعمالي بطبق الكتر وF5 راح تلاحظ انه رجع لي اللي هو زيرو بدلا من اللي هو الاكسبشن. اوكي تمام. الان ايضا خلينا ننتقل الى النكست عندي اللي هو اوبريتر. طبعا راح تلاحظ انه قبل شوي طبقت هذا المثال ورجع لي ام دي زيرو، وطبعا خلينا نحكي اللي هو الديفولت فاليو تايب للريفرنس داتا تايب هو عباره عن نل، في حين انه الفاليو داتا تايب الديفولت لها بيعتمد على طبيعه النوع اللي انت مستخدمه. فمثلا الانتجر راح يكون ديفولت فاليو لها زيرو، البوليان مثلا راح يكون عندي فولس، والسترينج وفعليا راح يكون الديفولت فاليو له هو عباره عن نل. اوكي خلينا ننتقل لانذر اوبريتر اللي هو عباره عن اللاست. اللاست هو مشابه تماما للفيرست اوبريتر باستثناء انه اللاست راح يقوم بارجاع اخر عنصر موجود ضمن اللي هو السيكونس. اللاست اور ديفولت هو مشابه تماما للفيرست اور ديفولت باستثناء انه راح يرجع لي اخر عنصر موجود في القائمه، وطبعا اذا ما كان في عندي خلينا نحكي ليست اوف اليمنت او سيكونس اوف اليمنت فبالتالي ما راح يرجع لي اكسبشن. اوكي الان ايضا ننتقل الى اوبريتر اخر اللي هو عباره عن الاليمنت ات. والاليمنت ات هو بكل بساطه راح يرجع لي عنصر ولكن بيزد على اندكس، بالاعتماد على اندكس، تمام. الان اذا كان هذا السيكونس هو فاضي او اذا قمت انت فعليا بتزويده باندكس، هذا الاندكس فعليا مش موجود، راح ايضا يرجع لي الريكومنت اوت اوف رينج اكسبشن. خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. لو كان انا عندي فعليا عندي هنا اللي هو مجموعه من العناصر اللي هي من 1 ولغايه 9، وعمالي هنا بستخدم اللي هنا اللي هو الاليمنت ات اللي عندي هنا اللي هو اكستنشن ميثود، وعمالي هنا بحكي له رجع لي اندكس اوف خلينا نجي نحكي 1، فاندكس اوف 1 هو عباره عن 2، فبالتالي من المفترض انه رجع لي عندي 2 زي ما احنا فعليا شايفين. لو ما كان فعليا في عندي هون عناصر ضمن هذا السيكونس فبالتالي رح يرجع لي exception اللي هو عبارة عن argument out of range exception index out of range، تمام. ايضا لو كان انا فعليا عندي هون اللي هو list of element بحيث ان هون عمالي بعطيه index مش موجود، فبالتالي ايضا رح يرجع لي عندي هون اللي هو argument out of range exception زي ما احنا فعليا شايفين index was out of range. اوكي تمام. ايضا بدنا ننتبه ايضا في عندي another operator، تمام، هذا الاوبريتر هو عباره عن element or default. element or default بكل بساطه راح يقوم بعمليه الارجاع، يعني هو مشابه تماما للelement at باستثناء انه فعليا ما راح يقوم بعمل throwing للexception اذا كان هذا sequence empty، او اذا انت قومت فعليا بتزويده بindex هذا الindex فعليا مش موجود، فبالتالي راح يرجع لك الديفولت فاليو للتايب اللي انت مستخدمه باللست. خلينا نشوف هذا الامر. راح تلاحظ انه هنا رجع لي out of range exception لان هون عمالي معطيه range مش موجود. الان لو استخدمت عندي هون اللي هو element او element at or default فبالتالي رح يرجع لي zero لانه انا هون عمالي بستخدم اللي هو sequence، والداتا تايب تاع السيكونس عندي هون هو عباره عن integer، كذلك لو ما كان في عندي عناصر ايضا رح يرجع لي zero. ايضا الان خلينا نشوف عندي another operator اللي هو عباره عن single، والسنجل فعليا في له two overloaded version. خلينا نحكي overloaded version الاول، تمام، هو فعليا ما باخذ اي باراميتر، برجع لي فقط اول عنصر موجود عندي بالسيكونس، تمام. فالان لو رحت مباشر عندي هون لو كان في عندي اللي هو خلينا نحكي single element، تمام، فلو كان عندي هون اللي هو خلينا نجي نحكي element 1، وهون عمالي بدي ارجع اللي هو السنجل زي ما احنا فعليا شايفين،
تمام، وبدي هون اللي هو رقم واحد، فبالتالي هون عمالي او حتى فعليا بدون اي شيء، لانه باجي بحكي لك كنترول واف 5 راح يرجع لي اللي هو سنجل، فبالتالي راح يرجع لي قيمه واحده اللي هي واحد. تمام، الان لو كان فعليا في عندي هون اللي هو اكثر من قيمه، فبالتالي وبحاول انادي سنجل، فبالتالي حاطين عندي هون اللي هو اكسبشن، اللي هو invalid operation exception sequence contains more than one element. فبالتالي انا حتى استخدم عندي هون اللي هو سنجل لابد ان يكون في عندي element واحد، لان لو ما كان في عندي ولا element ايضا راح احصل على exception، بحيث انه حاطيني هون اللي هو invalid operation exception sequence contains no elements. اوكي، زي ما احنا فعليا شايفين. فبالتالي اذا السنجل ممكن نرد عليه باكسبشن اذا كان السيكونس امتي او اذا كان في عندي اكثر من فاليو. تمام، او اذا انت فعليا خلينا نيجي نحكي فعليا كتبت كونديشن وهذا الكونديشن فعليا ما تحقق بطريقه او باخرى. فخلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. الان لو رحت انا حكيت انه مثلا بدي الاعداد الزوجيه، مثلا عندي هون لو كان في عندي هون الاعداد، خلينا نجي نحكي 1 2 4 على سبيل المثال، وحكيت انه هون بتقوم بكتابه عندي كونديشن بحيث اذا كان باقي قسمه مثلا العدد على 2 بتساوي 0 رجع لي اللي هون اللي هو العدد. لانه بطبق هذا الكونديشن على هاي الليست راح يرجع معي 2 و4، فبالتالي راح يرجع معي اكثر من اليمنت، فبالتالي راح يعطيني هون اللي هو اكسبشن. تمام، المفروض لما اطبق هذا الكونديشن يرجع معي سنجل اليمنت وليس خلينا نحكي اكثر من اليمنت، فبالتالي انا بضغط على كنترول واف 5 رجع معي عندي هون اللي هو invalid operation exception. لو كان عندي هنا فقط عنصر خلينا نجي نحكي 3 بدلا من 4، فبالتالي الكونديشن راح يرجع لي عنصر واحد اللي هو فعليا 2. اذا وين راح يرجع معي عندي اكسبشن؟ هون بيرجع معي اكسبشن بالحالات التاليه، اذا انا كان فعليا ما في عندي اي عنصر موجود في السيكونس، او اذا كان فعليا في عندي خلينا نحكي مجموعه من الاليمنتس فعليا ما حققت الكونديشن، او اذا خلينا نحكي رجع اكثر من فاليو تمام او اكثر من اليمنت لما طبقت الكونديشن اللي كان موجود عندي، مثل 1 2 4 لما طبق عليه الكونديشن راح يرجع معي 2 و4 فبالتالي راح يعطيني اكسبشن. ايضا الان في عندي اللي هو سنجل اور ديفولت. السنجل اور ديفولت هي مشابهه تماما للسنجل باستثناء انه هي ما راح تعمل لك ثروينج للاكسبشن لما يكون السيكونس امتي، او فعليا لما خلينا نحكي ما في عندي اليمنت حقق عندي الكونديشن. تمام، خلينا نشوف هذا الامر. لو بروح مباشرة عندي هنا 1 2 4 وبستخدم عندي سنجل اور ديفولت، لاحظ انه راح يرجع لي اكسبشن. ليه؟ لانه راح يرجع معي اكثر من عنصر. حتى اوضح هاي اللي هي الملاحظه اللي هي سنجل اور ديفولت، خلينا نروح مباشره عندي هون. لأن لو كانت عندي هون الليست فاضيه تمام وعمالي بعمل كنترول واف 5، لاحظ انه رجع لي اكسبشن هون اللي هو invalid operation exception. لان لو انا فعليا كانت عندي هون الليست فاضيه، انتبه، وعمالي بنادي عندي هون، اذا احنا فعليا شفنا كيف لما كان عندي الكونديشن رجع لي اللي هو اكسبشن. الان راح استخدم عندي هون اللي هو سنجل اور ديفولت، اذا هون عندي الليست فاضيه، لانه باجي بنادي كنترول واف 5 لاحظ انه رجع لي 0. تمام، الان ايضا لو كان في عندي هون مثلا 1 و2 وضغط على كنترول واف 5، لاحظ معي عندي هون رجع لي invalid operation exception. ايضا لو كان في عندي هون كونديشن، ماشي، بحيث انه الكونديشن عندي هون does not خلينا نحكي meet او satisfy the condition، بحيث انه مثلا هون راح استخدم اذا كان خلينا نحكي باقي قسمه الاعداد الزوجيه تمام، او باقي قسمه الاعداد على 2 بتساوي 0 بمعنى انه عدد زوجي، تمام، هذا راح احقق الكونديشن. لان لو باجي مباشره بقوم بوضع العدد رقم 4 وبضغط على كنترول واف 5، لاحظ انه هون راح يرجع معي اكسبشن. اذا شو الفرق ما بين سنجل اور ديفولت والسنجل؟ سنجل والسنجل اور ديفولت هما متشابهات تماما، لكن سنجل اور ديفولت هي فعليا ما بتعمل ثروينج للاكسبشن لما يكون فعليا الليست فاضي. تمام، فانا لما يكون عندي الليست عندي فاضي ما برجع معي اكسبشن. تمام، اذروايز هي مشابهه تماما للسنجل. تمام، فبالتالي هاي لابد انه ننتبه لها عند استخدامها. ايضا الان خلينا نتعرف على الديفولت اور امتي. الان الديفولت اور امتي اذا كان فعليا عندك الليست مش فاضيه، تمام، فبالتالي واستخدمت عندي هون اللي هو الديفولت اور امتي راح يرجع لك نفس اللي هي الليست، او خلينا نحكي السيكونس اللي هي خلينا نحكي الاوريجينال سيكونس. فعلى سبيل المثال انا عندي هون الاعداد اللي هي على سبيل المثال 1 2 3، وراح استخدم عندي هون اللي هو if default or empty زي ما احنا فعليا شايفين. لاحظ انه الريتيرن تايب بتاع default or empty هو عباره عن enumerable of integer،
فبالتالي بإمكانك أنك تخزنها بداخل متغير، خلينا نجي نحكي عنه مثلا var على سبيل المثال، وبعد هيك بإمكانك أنك بكل بساطة أنك تقوم بطباعة الأعداد. فبإمكانك أنك تيجي تعمل عندي هون اللي هو for each loop، وطبعا هون راح أعمل iteration على هي الداتا اللي راجع معي، والمخزنة بداخل متغير هو عبارة عن the result، بحيث راح نيجي نحكي له عندي هون console.WriteLine، تمام، اطبع لي اللي هو خلينا نجي نحكي الرقم اللي هو بيمثل فعليا المتغير اي. هلا برجي مباشره بعمل كتل واي 5 راح تلاحظ انه رجع لي اللي هو الاوريجينال ليست زي ما احنا فعليا شايفين، تمام. الان لو كانت فعليا عندي هون اللي هو الليست امتي، تمام، وباجي بعمل كتل واي 5 راح تلاحظ انه رجع لي زيرو، فبالتالي بعماله برجع لي اللي هو الديفولت للليست او سيكونس تايب. فبالتالي اذا كان السيكونس هو فعليا امتي راح يرجع لك خلينا نحكي الديفولت فاليو اللي خاص بالتايب اللي انت تتعامل معه، اوكي. ايضا في عندي انذر اوفرلود بامكانك انك تستخدمه باللي هو خلينا نحكي بهاي الميثود، تمام، اللي هي ديفولت اف امتي، اللي بامكانك انك تحط له عندي هون اللي هو ديفولت فاليو. فمثلا هون الليست هي فاضيه، فبالتالي راح يرجع لي الديفولت فاليو، الديفولت فاليو الانتجر هو عباره عن 0، بامكانك انك بدل الزيرو تحكي مثلا رجع لي رقم اللي هو 10. فبالتالي انا لو باجي بضغط على كتل واي 5 راح تلاحظ انه رجع لي القيمه كم 10. اوكي، اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا اليوم، بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.